السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وحضراتكم طيب. طيب. الله يخليك. فضلك والله أنا عندي سرير بس لازق في رجله جربل كده. فقلت ممكن تشنج. لا ما فيش تشنج عندنا والله. مفيش أي. لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ آه موجود إن شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم السراير. عندك كده على اليمين. يمين كده اه يمين كده ربنا يخليك شكر جدا آه. شكرا جدا سرير حلو ما بتزيقش لا بتزيقش بجد والله ان شاء الله بس ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجي لي مستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل حاضر بس اشوف الحل ارجوك انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت اعمل ايه اسيب البيت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور يا دكتور طب انت عندكم سرير في العياده لحظه واحده من فضلك لحظة واحدة حاضر خلاص يا دكتور اعتبر المكان مكانك تمام والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك تمام هذا السرير ده كتم للصوت هو ده اللي هدف العنتاب لي امرني الله الحبيبي ربنا يخليك ربنا يخليك والنبي بس عشان انا يعني بفزع شويه من الحركه دي هل انت كنت واقف مع دكتور الف لا باس شعره عليك كنت بتاع بخصوص البق ده عيان الف لا باس شعره عليك الحمد لله بقول لحضرتك ايه النبي هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير اه ده اه 4500 جنيه لحد البيت وحساب العربيه عليك يعني كله 4800 جنيه لا 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 مش عايز الناس حاجه اوطى من كده يعني حاجه اوسخ من كده شويه في ده 900 جنيه بالمشال اه ده حلو قوي ده انا جربته حلو انا جربت اه ده عملت كده وكده فكت من الصوت ما شاء الله بكام حضرتك 900 جنيه بالمشال لحد البيت بالمشال اه طب لو انا جيت شلته من هنا يبقى بكام ب 800 جنيه طب لو انا جيت نمت عليه هنا بكام والله انت ظريف جدا قوي ضحكتك عسل والله بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني السلام ورحمه الله وبركاته عسل والله ربنا يخليك طب السرير ده حاخده ان شاء الله هاخده ادفع الفلوس هنا في الكوافير لا الكاشير هنا يا اكسلانس حلو قوي طب هو السرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس الخميس 22 بعد بكره ايوه مرسي يا سكنانس واحنا بقى على الصبح الخناقات اللي هتبقى على المصرف وسنين المصرف السودا وبوزها اللي هيبقى تلات انطار قدامها الحاجات دي اتغيرت ازاي؟ والسرير ده جاي امتى؟ طب هو السرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ بعد بكره خميس 22 ايه ده؟ نجدة! 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 هو السرير ده جه امتى يا نجدة؟ قبل سفرنا بيوم يا حبيب قبل سفرنا بيوم يا حبيبي؟ ده بنطلع اغنية ده ولا ايه؟ يعني ايه قبل سفرنا ايه ده؟ الخميس 29 غوليوس؟ الخميس 29 ايوه اه نجلاء نجلاء هو حبيبة قلبي السرير ده بقول لك ايه انت؟ مالك
يا راجل عمال تسالني من الصبح، ما انت اللي مركبه مع العمال بنظام. استنى 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 انت اللي في وشك ده، ايه النضاره دي؟ وانا اقول الخنفان طار منين ده؟ يا لهوي سلامتك يا لمي، ما انت اللي جايبها لي ومركب السرير مع صناعيه قبل ما نسافر المصيف. مصيف؟ انا رحت معاكم المصيف. ايوه استاذ لمبي. ايوه مين معايا؟ انا الدكتور احمد الشواف اللي كان معاك ساعه الوقعه من اسبوع. انت كمان اسبوع؟ قول لي انت كويس دلوقتي؟ لا انا كويس، انا كويس، انا كويس. اه بس هو الايام الايام حصل فيها طب كده اهو، مش عارف. طب بقول لك يا دكتور ابو شلاو شواف. ايه شواف. بقول لك يا دكتور شواف، اديني العنوان بتاعك. ما انت عارفه يا سيدي. انا مش عارفه ولا مش عارفه. اديني العنوان، انا مش فاهم حاجه دلوقتي. طب اسمع، انا دلوقتي في البيت وطالع المستشفى، خد عنوان المستشفى تاني. استاذ لمبي المحامي وصل يا فندم. اهلا 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 مستر لمبي. اهلا اهلا اهلا. هاو ار يو؟ اي ام فاير. بيس. وحضرتك دكتور في ايه؟ انا بتعالج من ايه؟ انا عندي صرع ولا ايه؟ ها مستر لمبي بليز ريلاكس، انا عايزك تهدى خالص. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ ده في اسبوع عدى من حياتي وانا ما مش هنا، انا ضاع. في ازاي عاد؟ وصور الاسبوع موجوده على الموبايل، تقول لي ازاي؟ الاسبوع اللي عدى ده كان بسبب الوقعه اللي انت وقعتها، عملت لك تربنه في المخ. والتربنه دي حلوه ولا ايه؟ يعني شويه لجلجه في مخك كده. لجلجه؟ ايه اللجلجه دي؟ يعني تخليك تنسى اسبوع المصيف كله، وممكن تفتكر وانت رايح المصيف مراتك مثلا. ما انا مراتك ممكن تفتكرها. اه امك. اشمعنى؟ ممكن ما تفتكرهاش. في حاجات تفتكرها وحاجات لا، بس مش ممكن تفتكر او تنسى كل حاجه. واضح انه وش ساعتك بيوحي لي انه المرض بتاعي دمه خفيف. ممكن حضرتك تشرح لي بالتفاصيل والديتيلز؟ انا هفهمك كل حاجه. بعد الوقعه بيوم. الو؟ ايه يا اسطى دكتور؟ الحقني، ده انا سلمت على اشرف في السكرتير 7 مرات وحاسس اني عايز اسلم عليه تاني. اشرف ازيك يا اشرف؟ الحمد لله. عامل ايه الله يخليك؟ اه والله ازيك يا اشرف عامل ايه؟ انا كويس. وكل شويه اسلم عليه وكل مره بشوفه اول مره. ايه ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ الحقني ازيك يا اشرف؟ انا كويس يا بيه. والله مش عارف ايه بقول لك ايه، والنبي روح انده لاشرف. واتقابلنا وعملت لك شويه فحوصات. الحمد لله لقيت المخ سليم والجمجمه كمان سليمه. بس في شويه تربنه بسيطه كده ولخبطه في اشارات المخ عندك. حطيت لك شريحه في كتفك تظبط اشارات المخ عن طريق العصب. انا بقى طورت الشريحه دي، خليتها تاخد من العقل وتديله عن طريق عصب الكتف، تنظم له تفكيره، تظبط له كهربته زي جهاز تنظيم ضربات القلب اللي بيحطوه تحت الجلد. يعني الشريحة اللي معاك دي تنظم لك حياتك. خلصت ولا لسه سكادانس؟ على فكرة الحكاية دي شغالة بقالها حوالي 9 سنين دلوقتي. يعني مطبقة فعلا والله. الجديد بقى، الجديد في الشريحة بتاعتك ان انا ممكن احمل عليها برنامج آلة حاسبة. اتفضل. والله يعني اعظم حسبة تحلها في ثواني. معقولة؟ امال. ومش بس كده، ممكن انزل برنامج تاني يخليك تحفظ كل ارقام تليفوناتك على دماغك. احفظ ارقام يعني دليل الهاتف اللي على دماغي؟ طب ويا ترى هتنزل لي بقى الارقام دي بالرنات ولا ظبط المصنع؟ انا فاهمك. اتفضل معايا. اتفضل حضرتك. اقلع. اقلع يعني ايه اقلع يا باشمهندس؟ يا اخي اقلع كمك. اقلع كم اليمين ولا الشلات؟ الشمال.
طب كم بس الدراع ده حاجة ولا ايه؟ ده مكان الشريحة. ايه ده يا دكتور؟ دكتور دلوقتي